مرحبا. الرواية التالية هي غرفة جيوفاني لأشهر تاب الأفارقة الأمريكان، اسمه جيمس بولدوين، عن شاب أمريكي ينتقل للمعيشة إلى فرنسا مع صديقة له. يحصل على مصروفه من والده للمعيشة ولا يعمل شيء سوى أن يتردد على البارات وممارسة الجنس لقضاء الوقت. نعم، تسافر صديقته إلى إسبانيا لتكتشف نفسها وتعرف ماذا تريد من الحياة. يلتقي هو بنادل في أحد الليالي في بار، جيوفاني اسمه، ينجذبون إلى بعض فورا. هو أمريكي وهذا جذاب للأوروبيين، والشاب يمتلك وسامة الإيطاليين. كان متزوجا في قريته، فقد ابنه بعد الولادة، أصيب بصدمة فغادر بلدته. يعيش الاثنان مع بعض كعشاق في غرفة جيوفاني، ويصف لنا الكاتب مقدار تعلقه بديفيد الأمريكي الذي لا يبادله سوى الإعجاب والغرفة والفراش. ومن جهة أخرى هناك جاك الكهل وغيوم صاحب البار، يحاولون مراودة جيوفاني عن نفسه. هم فوق 50 وهو في بداية 20. يصف لنا الكاتب كيف كانت باريس في بداية القرن الماضي. لا فرص عمل للأجانب الذين لا يملكون مهن ولا خبرة سوى شبابهم، إذ من المتوقع أن يضطرون لبيع أنفسهم للعيش وحياتهم المظلمة في ظل الظروف التي وصفها لنا الكاتب حينها. بعضهم يستسهل اصطياد الرجال، والبعض الآخر يستغل النساء الوحيدات. يصف لنا حياتهم المظلمة المليئة بالأسرار والشعور بالذنب. تنتهي الرواية نهاية درامية صادمة بانفجار غضب جيوفاني بعد رجوع صديقة ديفيد واستغلال جسده من قبل أحد الكهول وبدون مقابل. يحس بإهانة عميقة ويتجمع غضبه في تلك اللحظة ليضع حياته على المحك بطريقة مفجعة. إنها رواية حول الهجرة والبحث عن الذات في زمن العنصرية كانت في أوجها في أمريكا، والفقر كان متفشيا في أوروبا، والحاجة إلى اكتشاف الجديد وحياة رغيدة خارج البلاد بعد الحرب العالمية الثانية. وكذلك هناك ثيمة عدم التأكد من الهوية الجنسية والانجذاب إلى نفس الجنس. إنها رواية لها عالمها الخاص. لو اخترتم قراءتها ستكونون بالتأكيد رأي منفرد بكم، وهذا هو المهم وليس ما يقوله الآخرون، وإنما ما ترونه أنتم فقط. هناك رواية أخرى هنا في القناة اسمها شارع اللصوص، سأضع رابطها لكم هنا في خانة الوصف، عن هجرة المغاربة إلى الحلم في إسبانيا في أوروبا، ولكن هناك يتعرضون لنوع آخر من المصاعب أكبر من مشكلة جيوفاني مع الفقر. يحول الحلم الملون الأوروبي إلى رماد حرفيا، ولكن ما هي؟ استمعوا للرابط لمعرفتها. أدعوكم للاشتراك في قناة كتاب لؤي الحالي إذا لم تكونوا ذلك. علقوا من فضلكم على الريفيو برأيكم الخاص لأنه مهم لي. شكرا للمتابعة.